لكل مجتهد نصيب. هذه الجملة أصبحت واقعا اليوم في ليبيا التي بدأت فيها الكفاءات الشابة في دخول عالم الاكتشاف والمعرفة والبحث العلمي. وإلى سرت اتجهنا لمشاركة حفل التخرج لستة من الطلاب والطالبات بقسم الكيمياء التي كانت من بينهم الطالبة رندا محمد مخلوف في مشروعها المميز حول منتج جديد لتحضير واقي شمس طبيعي مكون من مواد متاحة في ليبيا. اليوم في كلية العلوم جامعة سرت قسم الكيمياء تم تحضير واقي شمس بمواد متاحة محليا مع التركيز قدر الإمكان على المواد الطبيعية تحت إشراف الدكتورة الفاضلة فتحية عبد الجواد إعدادي أنية الطالبة رندا عمر مخلوف فرج خليفة. البحث كان بجد بحث رائع، ساهمنا في إنتاج منتج جديد أو طرح منتج جديد على الساحة. هذا الإنجاز يأتي بعد الجهود التي يبذلها أعضاء القسم ورئيسه لتحفيز طلبتهم على الإثراء العلمي، إضافة إلى العامل الرئيسي الذي تقدمه العائلة لأبنائها. نتقدم بالتهنية لطلابنا اللي تخرجوا خلال هذا الفصل، فصل الخريف 2018-2019. الحقيقة اليوم احنا طبعا في خضم مناقشة مشاريع التخرج للطلبة في هذا خلال فصل الخريف 2018-2019. الحقيقة اللي اتسمت به المشاريع في هذا الفصل، أغلب المشاريع كانت متجهة باتجاه العديد من المشاريع العملية الحقيقة الذي قاموا بها الطلبة بإمكانياتهم الخاصة من خلال إمكانيات المعامل بكلية العلوم. الحفل الذي حضره أصدقاء وصديقات الخريجات كان مفعما بالفرح والحيوية التي طغت على الجميع، مفتخرة بأبنائها وبناتها.